ازيك يا سهاد؟ ازيك انت؟ انا لوحدك ليه؟ كنت مستنياكم، اتاخرتوا ليه؟ والله كان عندنا خناقه بسيطه كده زي ما تقولي فتح نفس. انتوا مش هتعقلوا بقى، الخناق ده لازم في الحب زي السلسل، يفتح نفس الواحد على القتل. ايوه بس اذا زاد يعمل مغص. ايه؟ لا حتى انت مغصك حلوه قوي يا سومه. امال فين المغص؟ زمانه جاي. ايه؟ مفيش اخبار عن نتيجه مناقصه وزاره الاشغال؟ ابدا. الله، ده النهارده فتح المظاريف. يبقى ده لازم هو اللي مأخر. الله يرسي عليه العصا ويبقى واسع بكم. اهلا بالكتاكيت، ما تعرفيش بيه في الشمس. اهلا شوش. شكرا يا فتاة. كان عندي شغل يا حبيبتي. شكرا يا سهاد، هي واقعة بس الناس تبوها تمام. اهلا اهلا اهلا. جيتي امتى؟ دلوقتي حالا. كملي. كملي ايه؟ الحمد لله رتب عليا المناقصة. مبروك. يا عم هطلع لك من الشغلانة دي مكسب على الأقل 30,000 جنيه.